علاقات البلدين أيها الأخوة والأخوات دائما هي علاقات متطورة ذات جذور تاريخية، وتقف أيضا على أرض صلبة ينطلقان منها إلى آفاق المستقبل. هكذا أيها الأخوة والأخوات تتواصل مسيرة الإخاء والمحبة بين البلدين، ويمتد شريان الأمل ليربط ما بين النيل والخليج. وكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات في هذا النقل الحي والمباشر، يصل في هذه اللحظات موكب سمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى المطار الأميرية في مراسم مغادرة ضيف الكويت. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته. هكذا أيها الأخوة والأخوات تتواصل مسيرة الإخاء والمحبة بين البلدين، ويمتد شريان الأمل ليربط ما بين النيل والخليج، ضاربا أروع الأمثلة وأعظم النماذج التي تجسد التعاون العربي في أزهى صوره.
إذن أيها الأخوة والأخوات، يصافح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ويتوجه الآن سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يصافح الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصافح الوفد الرسمي في وداع فخامته هكذا أيها الأخوة والأخوات تتواصل مسيرة الإخاء والمحبة بين البلدين وبين الزعيمين ويمتد شريان الأمل ليربط ما بين النيل والخليج ضاربا أروع الأمثلة وأعظم النماذج التي تجسد التعاون العربي في أزهى صوره ولم يكن هذا العرض السريع أيها الأخوة والأخوات لملامح العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر إلا فيض محبة يرويه أبناء الشعبين معا ويرعى طموحاتهم المشتركة نحو مزيد من التقدم والتنمية والاستقرار هكذا أيها الأخوة والأخوات يغادر ضيف الكويت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته والذي كان على رأس مودعي فخامته أخوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يغادر فخامته دولة الكويت بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب بعد الزيارة الرسمية والتي استغرقت يومين سيداتي وسادتي نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة مراسم مغادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.